بطاطس باللحمه والدمعه وبطاطس باللبن شوربه بطاطس باللبن وسلطه البطاطس المشويه ورز بالشعريه. لو سمحت عايز اعرف طريقه شوربه كريمه. شوربه البطاطس بالكريمه هنعملها النهارده ان شاء الله. تابع معايا اخر الحلقه وهتشوفيها. الكريمه نفسها شوربه الكريمه. شوربه البطاطس بالكريمه. الو الو. شكرا للاخت المتصله، هي عايزه تعرف تقريبا شوربه البطاطس بالكريمه احنا هنعملها النهارده، شوربه البطاطس بالكريمه والجزر. ياخدت البطاطس او نقول البطاطس باللحمه والدمعه، البطاطس عندنا قطعتها اهيت، وبقطع كمان واحده كمان عشان تكفي. بنقطع البطاطس مكعبات كده، دي الطريقه اللي هي المصريه بقى وموجوده عندي اهيت. وبجهز صلصه الطماطم في الخلاط، بجيب الطماطم. وعايز اقول بقى معلومه مهمه جدا، انا دلوقتي عايز اقشر الطماطم، بجيب ميه على النار كده واخليها تغلى شويه، وبعد كده بجيب الطماطم علشان نقشر الطماطم ونتخلص من القشره زي ما قلت لكم اهيت، واحطها كده في الميه شويه. الله كده الطماطم دي انا هضربها في الخلاط دلوقتي بعد ما تخلص من القشره، بس طبعا اغطي الحله شويه اهيت بالغطا. البصل عندي احمرت كويس، بعمل حاجه حلوه هنا كده، بجيب اللحمه المفرومه اهيت و بتبلها كويس ببصله وشويه ثوم وعندي شويه كزبره خضراء وشويه ملح. شويه فلفل انا بعمل دلوقتي كفته بطاطس هنعملها طبعا علشان هنعملها ونحمرها وبعد كده نضيفها للبطاطس. بلبس جوانتي كده وطبعا مهم جدا علشان هقلب الخليط ده كله مع بعض. كويس كده. اللحمه طبعا لازم تكون مفرومه ناعم بالشكل ده. تبلت اللحمه ببصله ناعمه وتوم وملح وفلفل وشويه كزبره خضراء. بجيب اللحمة كده وفي طاسة تانية على النار، برفع دي كده علشان أوسع نفسي، وبجيب طاسة أحمر الكفتة ديت شوية. نلبس كمان جوانت مهم جدا هنا بقى ليه؟ علشان الأنسجة بتاعت اللحمة. لبس الجوانت طبعا، نلبس الجوانت مهم جدا، جوانت صغير ماشي. هنعمل كده مع شوية زيت زيتون وهنعمل الكفتة كده بالشكل ده. وبعد ما تحمر الكفته ديت هننزل بيها طبعا في الطماطم او في الخلطه بتاعت الطماطم اللي هنضربها دلوقتي في الخلاط. مهم جدا ان احنا نحمرها شويه. نولع النار كده
طبعا قبل ما نطلع فاصل صغير هنعمل الكفته كده كلها ونحمرها. بعد ما نحمرها هنضيفها لصلصه الطماطم بالبطاطس اللي هتغلي على النار دلوقتي. وخلونا نطلع فاصل صغير، ما تروحوش بعيد علشان نشوف الكفته او البطاطس بالدمعه هتعمل ايه. الله عليك على طشتك من كل دولة وجبتك، والطلة حلوة طلتك، والطعم كله في أكلتك. الأكل علم ومعلمة، وقل تناسب همتك، وعشان رضاك ومعزتك شيف المغازي في خدمتك. اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. احنا اللي عملناه الطماطم طبعا عشان صوت الخلاط، ضربناها في الخلاط دلوقتي، وعندي البصلة على النار اهيت، والتومه زي ما حمرناها مع بعض. بضيف عصير الطماطم اللي انا ضربته في الخلاط، مفيش حاجه جديده خالص اهوت في الفصل ده، عشان لازم تتابعوا معايا الطريقه. الكفته على النار زي ما شفنا اهيت، ريت الكاميرا تجيبها، صبعتها بالشكل ده. لازم تحمر كويس علشان هضيفها للصلصه بعدين، يعني تقريبا في اخر مراحل الطبخ، يعني اخر 10 دقائق. البطاطس عندي موجوده اللي انا قطعتها، بضيفها بصلصة الطماطم وبقلب كده. الله، بضيف معايا صلصة الطماطم صغيرة. وقلنا نضيف للطماطم ايه مع الصلصة؟ رشة سكر. هنا صلصة الطماطم عشان تبقى لونها غامق شوية. اقلب كده. بسيطة خالص، البطاطس موجودة والطماطم موجودة والبصل موجود والثوم موجود، وادي رشة السكر اللي أنا وعدتكم بيها علشان الحموضة بتاعة الطماطم. وأتبل كده شوية كمون، شوية ملح. الكفتة بتحمر على النار اهيت عشان نضيفها للبطاطس بعد كده. شوية كزبرة ناشفة. طبعا التست بتاع الشيف هنا ان انا هعمل للبطاطس ديت في الاخر طشه كزبره خضراء، هضيفها للبطاطس باللحمه اللي احنا بنعملها دلوقتي. خليها تغلى على النار كده، واغطي الحله بتاعتي غطا كبير كده. طيب هنعمل احنا الرز بالشعريه خلاص على النار، البطاطس بالدمعة واللحمة موجودة على النار، فاضل عندنا دلوقتي شوربة البطاطس باللبن والجزر. الشوربة دي خطيرة ومهمة جدا، وللأطفال بيحبوها جدا. يا ريت السادة المشاهدين يركزوا معايا فيها.